النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية، وذلك بحلتها الجديدة ضمن باقة برامجية جديدة من طقس العرب عبر منصات طقس العرب المختلفة. طبعا نبدأ دائما نشرتنا الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي باتت تشير إلى تدفق كميات كبيرة من الغيوم الممطرة في السواحل الشرقية للبحر المتوسط باتجاه المملكة. هذه السحب تحركت إلى المملكة خلال تقريبا الثلاثة أيام الماضية، وعملت على هطول أمطار ممتازة سواء في المناطق الجنوبية أو حتى الوسطى من المملكة، وكانت هذه الأمطار ذات غزارة جيدة سيما في المناطق الجنوبية من المملكة. يتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد يوم غد من الدرجة الثانية، وبالتالي يتوقع استمرار تدفق المزيد من الغيوم الممطرة قادمة تقريبا من المناطق التي بمحاذاة جزيرة كريت، تتدفق باتجاه شرق البحر المتوسط دخولا إلى المملكة. سنشاهد الآن خرائط توقعات المحاكاة الحاسوبية للأمطار، والتي تشير إلى وجود الأمطار مساء هذا اليوم ليلة الأحد على الاثنين في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة على حد خصوص. تتراجع الأمطار التي كانت تهطل في المنطقة الجنوبية، تصبح أكثر الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. حتى أن فجر يوم الاثنين يكون التركيز أكبر للأمطار في المنطقة الشمالية، في الدرجة الثانية هي المنطقة الوسطى، بعض الأمطار المحلية في المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. نهار يوم غد تتأثر المملكة كما ذكرنا بالمنخفض الجوي الذي سيصنف من الدرجة الثانية، متوقع أن تكون هناك أمطار قد تكون غزيرة ومترافقة مع البرد في أجزاء واسعة من شمال ووسط المملكة، إضافة إلى عموم المناطق الشرقية من المملكة كما نلاحظ، بعض أيضا الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة. مع دخولنا في ساعات الليل وصباح يوم الثلاثاء، يتوقع أن يتزايد تأثير هذا المنخفض الجوي، ومتوقع أن تكون الأمطار حاضرة في أغلب الشريط الغربي من المملكة، كما سنتحدث بعد قليل عن فرص تساقط لبعض الثلوج إثر تحرك كتلة هوائية قطبية باتجاه مناطق بادية الشام. إذا نتحدث الآن عن هذه الكتلة الهوائية القطبية المتوقع أن تتحرك من الأراضي التركية باتجاه المملكة، كما نلاحظ وجود هذه الألوان تشير إلى وجود كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة في المناطق تقريبا الشمالية لجزيرة قبرص. هذه تقريبا مع ساعات مساء يوم غد الاثنين، حركة هذه الكتلة الهوائية القطبية تعبر باتجاه المناطق اللبنانية، كما نلاحظ هذه الألوان تشير إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهي تنم على وجود هذه الكتلة الهوائية القطبية الباردة. إنما ستتحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية لاحقا باتجاه بادية الشام، هذه الألوان هي تشير إلى تحرك هذه الكتلة باتجاه مناطق تقريبا شرق المملكة الأردنية، شمال الأراضي السعودية، إضافة إلى غرب العراق لو نلاحظ كمرة أخرى. إذن هذه الحركة باتجاه مناطق بادية الشام. في العادة الكتل القطبية تتحرك باتجاه شرق المتوسط ثم تدخل إلى الداخل، ولكن نلاحظ أن هذه الحركة باتجاه بادية الشام. هذه الطريقة في تحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية ستعمل بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء على تساقط الثلوج في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية من المملكة. سبب في ذلك هو أن طريقة تحرك هذه الكتلة الهوائية القطبية ستعمل على تدفق تيارات هوائية رطبة المسؤولة عن الهطول بالاتجاه الشمالي الغربي، أي باتجاه المناطق الجنوبية، وبالتالي تكون هي الأوفر حظا في تساقط الثلوج، بالإضافة إلى وجود المناطق الشرقية ضمن النطاق الأساسي لتأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية، وبالتالي تكون فرصة تساقط الثلوج بها مرتفعة. بالنسبة للمرتفعات العاصمة وشمال المملكة، الفرصة حاضرة في ساعات صباح يوم الثلاثاء لتساقط زخات ثلجية على فترات ربما تتراكم أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية والأحياء العالية من العاصمة، سيما تلك التي يزيد ارتفاعها عن 1000 إلى 1050 متر عن سطح البحر، كتلك الواقعة مثلا في تل علي وصويلح، إضافة إلى مناطق المرتفعة من البلقاء مزي ومجوزة ومرتفعات رأس منيف. المناطق الجنوبية مرشح أكثر فيها للتراكم، مرتفعات الطفيلة وجبال الشراء، بالإضافة إلى أعالي والأحياء المرتفعة جدا من محافظة الكرك أيضا.
طبعا يوم الأربعاء تستقر هذه الكتلة الهوائية القطبية في شمال الأراضي السعودية، ينتهي التأثير المباشر لها على المملكة، إنما تكون على شكل انخفاض حاد جدا في درجات الحرارة وتقترب من الصفر المئوي. هذا رسم توضيحي يشير إلى كيفية تحرك هذه الكتلة القطبية باتجاه مناطق بادية الشام، وبالتالي تكون فرص الثلوج في أواسط الأراضي السورية، جبال العرب، المناطق الشرقية من المملكة، وهي غير معتادة دائما على استقبال الثلوج، إنما الفرصة متاحة لسيما مع ساعات مساء يوم الثلاثاء، تساقط الثلوج لسيما على المناطق الحدودية بين الأردن والعراق، أيضا بعض الزخات الثلجية في المناطق الشمالية والوسطى على الجبال العالية. العاصمة عمان ربما ترى بعض الثلوج الخفيفة في ساعات الصباح أو زخات الثلجية، إنما التراكم سيكون محدود إن حدث، وسيكون فوق المناطق العالية. وأيضا المناطق الجنوبية تلك من المناطق الأوفر حظا في تساقط وتراكم الثلوج، لسيما على كل ما زاد الارتفاع عن سطح البحر تزيد فرصة تراكم الثلوج. وطبعا متوقع بمشيئة الله أن تستمر هذه الحالة الجوية طيلة نهار يوم الثلاثاء ضمن نطاق تأثير هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. الحالة الجوية في العاصمة عمان هذه الليلة، ليلة الأحد على الاثنين، أجواء غالبا غائمة مع احتمالية لبعض الأمطار على فترات، درجات حرارة 6 درجات مئوية كحد أدنى طهبة هذه الليلة، الرطوبة النسبية مرتفعة تصل إلى 99%، حتى درجة الحرارة الملموسة 3 درجات مئوية. الطقس المتوقع الأيام القادمة بان تأثير هذه الكتلة الهوائية القطبية الباردة والمنخفض الجوي، نبدأ به في يوم الاثنين، أجواء باردة غائمة ماطرة، بعض الأمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة مع البرد، درجة الحرارة العظمى 7 درجات، إنما نلاحظ تدني درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية ليلة الاثنين على الثلاثاء، أجواء باردة غائمة ماطرة، تساقط البرد أحيانا مع ساعات فجر الثلاثاء تزيد، تبدأ فرصة الثلوج بالتزايد تدريجيا فوق مرتفعات المملكة. يوم الثلاثاء حتى في العاصمة عمان أجواء باردة غائمة ممطرة على فترات، زخات ما بين الحين والآخر، ليس متواصل الهطول إنما يكون على شكل أحيانا ثلوج في بعض الفترات لسيما في ساعات الصباح. الحرارة فقط 4 درجات مئوية كحد أقصى في العاصمة عمان، تهبط ليلا لدرجتين، أجواء باردة جدا لسيما ساعة الثلاثاء على الأربعاء، الثلاثاء الأربعاء حدوث انجماد واسع النطاق غير مستبعد خلال ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء. يوم الأربعاء أجواء غائمة جزئيا، فرصة تبقى مهيئة لبعض الأمطار الخفيفة، إنما طقس بارد جدا، درجة حرارة 6 درجات وربما تشكل للضباب في ساعات ليلة الأربعاء على الخميس مع 4 درجات مئوية. إذا ملخص الأحوال الجوية التي ستؤثر عليك خلال الفترة المقبلة، منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية متوقع أن يبدأ تأثيره نهار يوم غد الاثنين ويبلغ ذروته يوم الثلاثاء بان تأثير الكتلة الهوائية القطبية، أمطار في شمال ووسط الأردن متوقعة غدا على وجه الخصوص، تمتد شرقا مع ساعات ما بعد الظهر وبعض المرتفعات الجنوبية، وتمتد هذه الأمطار والهطولات المطرية ساعات نهار يوم الثلاثاء إلى مناطق مختلفة من المملكة على شكل زخات ما بين الحين والآخر، ومتوقع بمشيئة الله يوم الثلاثاء تساقط زخات ثلجية في مناطق مختلفة تكون متراكمة على جبال جنوب وشرق المملكة وبعض المرتفعات الجبلية العالية الوسطى والشمالية، ولكن بشكل محدود في تلك المنطقتين. بعض التوصيات قبل الختام، دائما ندعوكم في ظل هذه الظروف الجوية الباردة إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة سيما في ظل هذا الانخفاض الكبير على درجات الحرارة. أيضا ندعوكم دائما الانتباه أثناء المسير على الطرقات إثر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وعبور الغيوم الملامسة لسطح الأرض وبالتالي خاصة فوق المرتفعات الجبلية. وأيضا ندعوكم إلى الانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات إذا حدث تساقط زخات من البرد والثلج وأثناء حدوث الانجماد. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة، تابعونا في نشرات مختلفة ضمن الباقة الجديدة لطقس العرب، وأيضا تابعونا في تحديثات أولا بأول حول هذه الأحوال الجوية المتوقعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.